لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر المنازل تحترق في حي باب عمر يا أخوان المنازل تهدم فوق رؤوس أصحابها يا عرب يا عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أين أنتم يا مسلمون إخوانكم السوريون يذبحون لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر عليك يا بشار الله أكبر عليك يا بشار المنازل تقصف اليوم العاشر على التوالي الثلاثاء 14/2/2012 حي باب عمر لا إله إلا الله استمعوا إلى صوت الانفجارات المنازل تهدم فوق رؤوس أصحابها أطفال ونساء وشيوخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل